وطن منحازون للحقيقة. بأوائل عام 49 انتخبت لأكون أمينة سر لأكبر جمعية في ذلك الوقت كانت في مدينة نابلس. في داخل متحف محمود درويش في مدينة رام الله كانت المناضلة عصام عبد الهادي حاضرة رغم رحيلها قبل 5 أعوام، وذلك من خلال فيلم للمخرجة اللبنانية عرب لطفي بعنوان عصام عبد الهادي مقاتلة حتى وهي تعد شاي الصباح. الشيء الرئيسي في الذكرى 5 لعصام عبد الهادي واللي بيخلينا نحس انه احنا امام مرحلة مخيفة في الوضع الفلسطيني، واللي هي بتذكرنا بمرحلة التأسيس، مرحلة منظمة التحرير وتأسيس منظمة التحرير ودور المرأة الفاعل بالمنظمة، وكيف الإحساس بوحدة الشعب الفلسطيني مع وحدة الشعوب العربية اللي أشارت لها بأكثر من مكان، كيف هذا كله أنتج المسيرة الفلسطينية اللي حملت الحلم الفلسطيني اللي عم نعيشه لليوم. وهذا اللي فيه احنا بالنسبة إلنا منشوف انه دروس لازم نضل نتذكرها ولازم نضل نشوفها، لان فعلا هي اللي بتحملنا للمستقبل. احنا صحيح هلأ بنعاني من هبوط وتراجعات وغيره وغيراته، ولكن احنا شايفين اللي بيحملنا للمستقبل هي الرسائل وهي هاي الرواية الفلسطينية اللي بتحملنا وبتخلينا نقول إنه لقي المستقبل إلنا. واللي بيشوف هذه النماذج من النضالات في الستينات بيقدر يشوف إنه وين إحنا بدنا نوصل في المرحلة القادمة. هي صوتها نفسها، نبرتها، هدوءها، ثقتها، يعني هذه ثقتها بعدالة القضية، بنفس الوقت إيمانها المطلق بالعودة، إيمانها بالوطن، بالوطن مش بشعارات، مش بكونه شعارات، الوطن بناسه، بأهله، يعني بتحس إنه هي عايشة نبض الناس، أمال الناس، آلام الناس، هي جزء من الناس. لكن كانت تتوقع قرار الهيئة. الفيلم تناول مقابلة مع القيادية النقابية والنسوية الراحلة، تحدثت فيها عن أبرز محطات حياتها لتصبح مثالاً يحتذى به لكل نساء فلسطين في القيادة والثقافة والتضحية ومحاربة المحتل. أهمية هذا الفيلم من وجهة نظري هو أنه بيسلط الضوء على فترة اللي كانت فيها المرأة الفلسطينية منخرطة بشكل أساسي وبشكل كبير في النضال. السيدة عصام عبد الهادي على نضالها ومسيرتها هي إحدى النساء اللواتي يعني واجهن الاحتلال، واجهن القمع الاجتماعي، كان النساء تقدميات، صاحبات إنجاز، صاحبات لهن ما يقدمن وما يقولن للقضية الفلسطينية وللمجتمع الفلسطيني. هذا الكلام اللي احنا هلأ بنفتقده. فهذا الفيلم بتخيل فرصة تعليمية، فرصة توعوية، مثال يحتذى به، وثق حقبة تاريخية في نضال الشعب الفلسطيني. فبفكر أنه أهمية الفيلم هو بكونه فيلم اللي يرصد مرحلة تاريخية في نقول عمر الشعب الفلسطيني من جانب، ومن جانب آخر يعطينا فكرة عن نقول نضال الحركة الوطنية النسوية الفلسطينية. في حالة عصام عبد الهادي اللي بتمثل عائلة نابلسية مشهورة وقوية في نفس الوقت، كانت المساواة بين الرجل والمرأة، إنه المرأة مش تابعة، هي شريكة للرجل. كانت طبعا هذا اللي كان بيقدر يفرضه النساء المثقفات والنساء اللي بنات العائلات، مش النساء العاديات. أنا الصراحة اندهشت قديش كان في دور للفلسطينيات في الخمسينات والستينات والسبعينات، اندهشت قديش كان دورهن قوي، واندهشت أكتر من هيك إنه كيف هذا الإشي مش موجود اليوم بالوعي الفلسطيني. يعني أنا كوحدة اللي هي مواليد 74 كل عمري بتذكر بس المناضلين ولا بس المناضلات، بشوف ناس بس رجال مع أسلحة، بشوفش نساء. يعني اليوم أول يوم بشوف إنه كان في شهداء يعني نساء، كان في مسلحات، كان في مقاومات، كانوا النساء اتعذبوا كتير. عصام عبد الهادي ولدت في نابلس ودرست في المدرسة العائشية الثانوية، وانتخبت عام 1949 أمينة سر جمعية الاتحاد النسائي العربي في نابلس، كما انتخبت رئيسة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 65،
وهي عضو في المجلس الوطني الذي عقد بالقدس عام 64 وأول مبعدة فلسطينية في عام 69. المناضلة عبد الهادي كانت المرأة الوحيدة في المجلس المركزي طيلة 4 سنوات بعد أن تم انتخابها عام 74، كما انتخبت عام 81 نائبة لرئيسة الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي. حصلت على جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2000 على مسيرتها النضالية التي امتدت على مدار 8 عقود. من مدينة رام الله، نزار حبش، تلفزيون وطن. وطن منحازون للحقيقة.